تعرفين هذا؟ أبوك تعبان ويبقى يرقد
هو إنسان مريض ولازم يرتاح. الفقر قرب يطلع، سيري رقدي. بس أنا بقى قلت لك سيري رقدي، سيري. أخاف يسوي شيء، يا رب يا رب زعلني. كيف اتصرف؟ يا رب زعلني. كيف أول قولي لي من هين جايبة ذي البلوى؟ من عند أبوي. هذا هو السر اللي خلاه يقم الحارة. أي سر؟ أبوي مات والسر في قلبه. كل اللي قاله إنها الراية تيبة تباع اليرام من قلاع الأرض. تيبة تباعها؟ يعني تيبة أخوة ليرام؟ أيوه ليرام. أس الناس يقولون السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا. ماشي أخبار؟ ماشي علوم؟ منصوركم؟ ما سمعتوا شيء؟ أقول عابد قش بنت خالك وسيروا لي. لا والله، يعني أنت الحين ما تباني أسمع الكلام اللي بتقوله حق أمي؟ ردي عليه يا أمه. سبيل تحكي إيش معك؟ أتحكى؟ وهني؟ قدام الناس؟ أنا ناس؟ أنا ناس وأنبى ورطب بعد. أنا بصراحة لاعت كبدي من بيتكم. أنا من بكرة. يا راسي يا رحيمة، رحيمة شفتش من أبوش؟ شفتي كنت تبكي يا رحيمة؟ تبكين؟ ما انت القبلية يا رحيمة، انت تغيرتي. عمي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فضل ربك ما لحد، والجرح الأكبر اللي هنا أكبر من اللي هني وايد. أبوي أبوي أبوي. والأفضل أن نداوي الجرح اللي هني يا ضاوي. أبوي أبوي. رحيمة قومي جيبي لأبوك شيء علشان يأكله. لا لا لا، أنت لا تتعبين روحك. نعم أنت ارتاحي، أختي جميلة هي اللي بتطبخ. عاد أنا طباخ وخلصت، جبتكم قسمكم، سويت أكلة حلوة، طحين وتراب. أوه نسيت يا ربي، أحمده راح حق أبوه عبد الحميد. ضاوي عبد الحميد رجع يا ضاوي. حتى سويت له أكل. إيه سويت له أكل وعجبه وايد، صخام وماي. أحمد
ضاوي هذه اختك. خلها ما متفيق لها. المهم خلنا نرجع لسالفتنا. الحمد لله دامنا بخير. خلاص من الله سبحانه وتعالى اعطاه العافيه. قال بمشي بيت بنتي واحنا خذينا اجل من ورا. حمدان خبرني مسوي شغل دكان ومقهى وبيادين المزرعه. ما شاء الله عليك. عشان تلقى كل شيء ذاهب. القى؟ انت تسوي كل شيء هذا عشان انا؟ معلوم هذا كله من فلوسك. فلوسي وخيري حالك انت وزوجك. زوجي طلع من السالفه. شوفي بعد هذه السنين انا ما لي برضه اسوي شيء. بخبر عابد يتصرف. عابد بداري عمره وانا اعرف عابد بتفكيره وتدبيره يبي يوصل لحلمه. المهم انا ما حد يدخل في حلمه. مين يتدخل في حلم حد؟ انا كلمك عن عابد لاني اعرفه، ولاني اعرفه ما يرضى يتاجر او يتسلف من فلوسك. وخيري واموالي حال من؟ حالي انا. حالش انتي؟ سمحي لي يا بنتي نسيت انه كل هذه السنين وعابد مدارع على اموالي بإعاز منك، وان المحصول اول باول في ايديكي. وحتى بعد رجعتي من السفر انت مجهزه كل شيء ومداري كل شيء. الله يبارك فيك ان شاء الله. لا تكبر عمرك، انت الخير والبركه والناخذه بعد. بس انت قلت توكلنا على الله بتلقى روحك وعافيتك راد وراد معها اسم وحسن ناخذه بدر واكثر من قبل بعد. طلبت لك عودة يا ضاوي. بس انت طال عمرك تقدر عليه. اذا هذا الشيء يسعدك ويسعد بنتي انا اعطيك عمري ما ثروتي وبس. لا ضاوي ما يستاهل منك شيء يا ابوي. ضاوي ما يتساكن. ابوي انا والحرام ما نسكن في بيت واحد. رحيمة طلقني يا ضاوي. غالي والطلب همبة عزيزة علي وما أقدر أرفض لك طلب. ومثلك واقدات ومثل أبوك الغبي كثار. ضاوي إيش أسوي؟ ما كان ودي أسمعك رأيي فيك لكن بنتك استفزتني. أنت تكلمني كذي؟ أنت نسيت أفضالي عليك يا ضاوي. أفضالي عليك أكثر ولا نسيت أني تزوجت بنتك اللي ما كان حد راضي ياخذها غير تخسى. يا مسود الوجه يا نسائي المعروف. اطلع من بيتك. اطلع وانا معاك. لا انت مالك طالع من هالبيت الا للقبر. انا ابغى كل مالي كل استقرطه مني. راح اشرب من البحر ما عندي لك شيء. زين ما عليك والله بشكي عليك بشكي عليك. ده سمعت ايش قلت؟ بتقول كمايا عيب عيب. احمدو انت زعلت حبيبي؟ لا تزعل زين. شوف انت تقول وانا اقول عشان يحسبونا زنانير. عيب لا تضحك وايد بعدين بيقولون عيال جميلة ما ربتهم عدل. ايه شوف روح قول حق ام زاهد ان امي تباك. يلا المهم نكون جاهزين بكل شيء يعني سلاح رصاص وكل شيء يكون معنا. ها اولادي فكرتوا زين؟ فلاح جاي في الدرب وإذا بنفكر في حضوره لأن قلنا له على كل شيء. أنا ما مينونة طلقت
طلقتش علشان تفضحين باللي سويته بصابر؟ زين ان اهل الحارة مفكرين ان صابر هرب مع ناجا، ما يدرون ان صابر من البارح. ضاوي يقولكم ما بيه، واللي يباه يصير لبيته. اسمع انت، اسمع الهرية، انا روحي عن نفسي لو اخيس في هالمجلس مالي ندره البر، اخاف حد ياخذ مكاني. اللين يوصل فلاح وهو بياخذ لك حقك. انا اعرف من اللي بياخذ لي حقي. يلا صعب يا جماعة، صعب نصيد الإيران بهذه الطريقة، صعب. أنا في رأيي إنه يظل سبيل في مهمته بدون تغيير. لا 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 لا، سبيل عليه خطر. أوس أنت، سبيل ما عليه خطر، سبيل ما يخاف من الخطر. أفا عليك بس أنت، أفا عليك. يلا يلا، ما يهيا ما يغاشر في الحكي، صبر شوية اسمع إيش يقوله بعدين تحكي. لا سمعي أنت زين، تفضل تفضل. قلت الإنسان يقوله بقى. هذا الراية هي اللي بتجيبهم، وبهذه الراية بنصيده. نسين كيف بيشوف الإيرام هذا الراية في حارتنا؟ مثل ما شافه في المرة الأولى. معقولة؟ معقولة يكون حد في الحارة له علاقة بالإيرام؟ سمعوا يا جماعة، الراية عندنا وإحنا بننتظر اليوم، إذا ما صار شيء من بكرة الصبح أنا برجع لمكاني، ايش رايكم؟ جميلة ليش واقفة؟ تفضلي تقهوي. ما اتنزل ادخل بيوتكم. وتتنزلي توقفي عند بيباننا؟ أحرس ولدي أحمد، مطرشت لنا يزقر مزاهد. حمد ولدك؟ من فضلك وإحسانك دخلي وخليه يجي بسرعة، ولا ترى بدخل ودقدق لعينه. يلا. وأبوي من هو؟ ولدي أحمد، أنت ما تسمعين؟ هذا هو، تعال تعال. ليش تأخرت؟ ما لقيتها. من فضلك زمزم، نادي أم زاهد، خليه تجي بسرعة. ما خالتي جميلة على الباب. وش تبى؟ رب العالمين ما رايد لها أولاد، هلكتني كل يوم تدق الباب. ما وحدش اللي عشمتيها، يلا سيري لها شوفيها هيش تبى. زولة زولني والزول اليوم اللي تسببت فيه على جميلة. أقول ليش دربالش، ترى هاليومين أشوف جنونهم تشدد وايد. الله يعينها مسكينة، خاطفة وتكلم عمرها لا وتحسب عندها ولد بعد. كيف حالك جميلة؟ بخير. قبل ما أشوف وجهك. على كل حال أنا أحسن من قبل. وأولادي عندي، موتي من القهر، موتي غيظ. ما عرفتيني؟ لا تتسمعينا. سلموا على اختكم. مد ايدك مد ايدك مد ايدك، تعالوا تعالوا سلموا على اختكم. تعال يا الدب، تعال 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 تعالي عندي، بوريك اخوانك كلهم وبجيب لك كل اللي تبينه. أبوك سماكي جميلة على اسمي صح؟ صح؟ قولي. سير أبوي مع هالبيت، سيري قصبا عنك بتصير معاي، أنا أحق فيها منك.
وتبي تجنني معها؟ الله يعينها. الله يعينها على مين؟ علي أنا؟ الله يعينها على بلاويها. تعرفين ايش هي بلاويها؟ الوهم اللي معشش بأهل الحارة كلها. ولا جميلة وبس. ما سامحيني. على ايش؟ سامحيني انت بالذات. انا ما اعرف كيف بتخلص من عذاب ضميري في اللي سويته فيش وفمي. ايش مسوي زاهد؟ ما انا اللي سرقت صك البيت واعطيته لصابر، وصابر هو اللي اعطاه ضاوي، خدعني الناقص وطمعني في التجارة ضد اخوي عابد. ايش تقول؟ ايش تقول؟ خليني ربي، خليني الادب. ما اوعدك، اوعدك اني برجع صك، اوعدك. سرقني يا عابد ولدي، سرقني انا مجنون. ها يا ضاوي، ايش تقول؟ اليمين بتحلف اليمين يا ضاوي؟ عشان افتك منكم. هاتوا اللي عندكم. وحقي بتاكله؟ تراك راح تقسم على هذا المصحف والناس شاهدين عليك. اقسم انك ما خذيت حق هذا الريال. اقسم باني ما اخذت حق هذا الرتوح. يلا ماشي حالكم، عندي شيء. قبضوا الباب يلا. بنتي يا ضاوي. بنتك زوجتي وانا ما طلقت. يلا طلعوا. يلا يا جماعة يلا 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 برا. صبري يا بنتي، ما عليك ما على بداوي. أنا بداوي دايما. لا رمتني ما حمسني. أنا بداوي. صبري يا بنتي، صبري. قومي. أنا بداوي. قومي.
لا تخافين، هذا بيتي وبيتك وما حد يقدر ياخذك مني. يا تصير تضربون بسكم 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 تضربون يا عيال. وين بنتي؟ وين بنتي؟ ها جميلة؟ ايش فيش تبكين؟ ابغى بنتي الكبيرة. ويني ويني؟ هاي بنتك يا حليل، هيك زوينة، هي سميتيها وفيها عقوس بعد؟ ابغى بنتي الكبيرة. ويني؟ ما حد قدامك غيري انا، وانا يتيمه. يلا يلا راح يسوي لي الغداء، يلا ومن اليوم ورايح بسميك امه. لا لا انا ما مطمن ما مطمن. حتى انا الرايه على باب بيت عابد، يعني لازم كنا نكون في بيت عابد وبعضنا حواليه البيت. اقول لك وبعدين نحن ما خبرنا اهل الحاره بالموضوع، علشان اللي ينقل اخبار الحاره ما ياخذ حذره، واذا خبرهم بتفشل الخطه. يا جماعه فهموني، الرايه الحين بس معلقه والخبر بياخذ وقت لغايه ما يوصلهم، فخلونا كنا نكون هناك بانتظارهم اول ما يوصلوا. هلكتوني هلكتوني، انا ما بيل اسمعكم ولا بيل اسمعهم، انا احسن لي ارد مكاني.
كل هذا لكم. سامحوني، قلت لرباتي يربطونكم عشان يطلعوكم من الحارة بهدوء، قصدي أفرحكم. ها ما فرحتوا؟ أنا بس جالس عدالة وميت من الفرحة، وانتوا أصحاب المال ما يهمكم ما يهمكم، بس خلونا نتقاسم. أنا بصراحة ما قادر أصبر، رباتي كلهم عرسوا إلا أنا، أخاف شبابي يروح وأحرم البنات من شوفتي. هذا المال من وين؟ ونتقاسم مال من؟ هذا مالكم، وجاء من دعوة معابد. بدعوة معابد سرقنا ونهبنا وتحايلنا كل هالسنين، وبدعوة معابد ما حد قدر يعرفنا وما حد قدر يعرف من هو الإيرام، بس أنا بقولكم من هو الإيرام. هذا هو الإيرام. تاجر مخزوم؟ معقولة؟ أنت اللي رام؟ على سن ورمح بعد، يعني أنت اللي قتلت أمي وأبوي؟ هذيل الأغبياء قتلوهم بغباهم، أنا كنت راسلنهم بيت غيث، هم اللي راحوا بيتكم وكان اللي كان. يعني أنت اللي دمرتني؟ أنت اللي شردتني؟ أنا اللي ربيتك وأخذتك في حضني وحضن أم عابد، اللي نسيت يا القاحد. عذاب الناس، عذاب الناس، وأولهم أم عابد. ما يهمك يا سبيل، أنا أتصرف، لا تخاف. ما خنت العهد يا أم عابد، وصنت الأمانة، وحافظت على اسم التاجر مخزون، لأنك حافظت على اسمي قلت لك أموال تترس هذا المكان، وحب يسرف عروقك، ودعوة، ولو إن هذه الدعوة كاذبة لكن لها مردودها.
يا ليل الجراح ما جبت أخبار.